وصلنا إلى سؤال التفاعل، وإن شاء الله أرقام الهواتف التي سوف تظهر أسفل الشاشة نستقبل اتصالاتكم للمشاركة في سؤال التفاعل، وهي كلمة توجهها لأصحاب المواكب. إذن سؤال التفاعل كلمة توجهها لأصحاب المواكب. مثل ما قلنا إحنا يعني بدورنا كقناة كربلاء الفضائية، كل الشكر والتقدير والتحايا لجميع أصحاب المواكب الذين خدموا زوار أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وإن شاء الله العودة في السنة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله وتعالى. أمين رب العالمين لهذه الدعوات يا إسراء. إحنا يمكن من خلال حلقتنا لهذا اليوم ويوم أمس أشدنا صراحة بالجهود المبذولة من قبل الحكومات المحلية لكربلاء وغيرها المحافظات المجاورة اللي تكاثفت فيما بينها وبعثت حتى أنه كوادر متخصصة بالبلدية وغيرها رفدا طبعا لمحافظة كربلاء لأن تشهد طبعا هذه الجماهير المليونية، لكن يبقى أو تبقى أنه المسؤولية الكبيرة جدا وألقي على عاتق أنه أصحاب المواكب الحسينية. يعني صراحة البارحة دا أتصفح مواقع التواصل الاجتماعي إسراء لفت انتباهي فيديو لأحد الأخوة الإعلاميين ذكر يعني كسر بجمع مثل ما نقول تقديم الطعام والشراب يعني هو عبر قال بحساب عرب صراحة وشقد قدموا أنه للزائرين. صراحة هذا الأمر يعتبر أنه معجزة إسراء صح. لأن من أشخاص قد يكونون هم كسبة الأمر المادي يمكن نخليه على جانب، البشاشة الوجه السماحة المرونة طبعا صح. مع الزائر حرقة القلب، يمكن الإنسان من تنطي فد أعمال معينة تكلفي بيها نهاية العمل يمكن يتذمر زين أسبوعين أو 20 يوم أو حتى وإن كان يعني أسبوع معين نشوفهم الوداعية شلون كانت طبعا من مؤلمة. رجعوا إلى أهاليهم صح. صور حزينة جدا صح. ومؤلمة تعبر عن مدى اشتياقهم. أيضا هذه المواكب لم تكن فقط لتقديم الطعام والشراب، يعني هناك مواكب حقيقة ثقافية قدمت خدمة ثقافية. يعني أحد المواكب في مدينة كربلاء المقدسة كان موكب هو الطبيب الحسيني، يعني موكب جميل جدا جميل. شباب بعمر الورد أطباء، يعني بعدهم يعني في كلية الطب يعني ما متخرجين، قدموا خدمة للشباب، يأخذون الشاب يحجون وياه يعرفوه من هو الحسين شنو عقيدة الحسين، بالإضافة إذا كان هناك يعاني من بعض الآلام يقومون بإعطائه بعض الأدوية البسيطة طبعا. وأيضا كان هناك مواكب لتدليك الزائرين لغسل ملابسهم، مواكب على طريق يعني المحافظات اتجاها إلى مدينة كربلاء المقدسة استراحة للأطفال، يعني شاهدنا حتى لعب أطفال هناك صح صح. يعني مواكب خاصة تعنى بتعليم مثلا قراءة سورة الحمد، يعني تدرين أكثر الناس الجاية لديهم فطرة على نيتهم، ربما بعض الحركات ما يضبطوها، هناك مواكب خاصة لتعليم هذا الشيء طبعا القراءة. بالإضافة المواكب اللي كانت هي يعني تابعة إلى العتبات المقدسة قدمت خدمة لوجستية، خدمة ثقافية، خدمة دينية، نعم. خدمات كثيرة، فكل التقدير والتحايا إن شاء الله. صراحة إسراء أكثر شيء لفت انتباهي أنه مجاميع شبابية بزي واحد ينظمون مسير الزائر، جميل. يعني جمالية هذه الصورة، وكل إحنا نعرف للشباب طاقة كبيرة جدا صح. فجميل جدا يتم استثمارهم ونستثمرهم إن شاء الله في تجمهرات مليونية كزيارة الأربعين صحيح. من جانب أنه نغرس بهم إن شاء الله عقيدة المولى أبي عبد الله، من جانب آخر نستثمر وقتهم، يعني أفضل صح. ما يروحون قد يكون بجوالات أو غيرها أو تجمعات غير طيبة، فبالتالي نوجههم بطريقة الإمام الحسين عليه السلام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن مشاهدين الكرام، قضية الإمام الحسين اليوم أصبحت قضية تلم جميع جوانب الحياة، اجتماعية، ثقافية، دينية. اليوم يجب احنا الزائر الذي يصل الى مدينة كربلاء المقدسة لديه ثقافة حسينية يعكس الصورة الحسينية الصحيحة، مو فقط للإمام الحسين عليه السلام بل لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. انقضت زيارة الأربعين، نسأل الله تعالى أن تعود في السنة القادمة، وإن شاء الله تقبل الله زياراتكم وتقبل الله طاعتكم، وإن شاء الله تنتظركم مدينة كربلاء المقدسة في السنة القادمة بإذن الله تعالى.